تدخل هذه الورشة في سياق توجهات السلطات العليا في بلادنا الهادفة إلى الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الرقمية في رفع التنمية، وذلك اعتمادا على أدلة وبيانات يمكن من خلالها تتبع تنفيذ الخطط والمشاريع وتحديد مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة. أيها السادة والسيدات، أصبحت التكنولوجيا الرقمية اليوم تؤثر تأثيرا كبيرا في الاقتصاد، فهي تتيح أدوات بحث وتسمح بتطوير أشكال جديدة تخلق قيمة مضافة، كما تعمل على تسريع وزيادة تدفق المعلومات وتمكن من توجيه الصناعة والإنتاج نحو المزيد من الفعالية.